السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. بداية، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد من ولاية المغير رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار أنه سيتم تزويد كافة مراكز الاستعجالات الطبية الجراحية بشبكة أنترنت عالية التدفق، مما سيسمح بإنشاء منصة رقمية بين الأطباء العامين والأطباء المختصين عبر كافة التراب الوطنية. من ولاية أدرار، وخلال لقائه بالعمال والشريك الاجتماعي، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات على ضرورة تحسين الخدمات وتوسيع استعمال الرقمنة، بالإضافة إلى توجيه الشباب إلى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لطبيعة المنطقة كالقطاع الفلاحي والصناعات التحويلية. وبالمناسبة، دعا الوزير والشريك الاجتماعي إلى الاستفادة من الإجراءات التحفيزية، وأكد أن أبواب الحوار مفتوحة من أجل العمل المشترك. وبمناسبة شهر الشهداء، وتحت شعار وطن واحد أمة واحدة ومصير واحد، قام ممثلو المجتمع المدني عن جبهة الحصن المتين بزيارة مجمرة إلى القطاعات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية، تكريما لأرواح شهداء الواجب الوطني وعرفانا منهم بالتضحيات الجسام التي يقدمها أفراد الجيش الوطني الشعبي صونا لأمن الجزائر واستقرارها وسكينة شعبها. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الرابطة القوية بين المجتمع المدني والجيش الوطني الشعبي سليلي جيش التحرير الوطني والوقوف سدا منيعا أمام كل الحملات المغرضة والمحاولات البائسة لأعداء الجزائر المستهدفة للجيش الوطني الشعبي ولعلاقته الوثيقة والصلبة مع عمقه الشعبية. دوليا، في الصحراء الغربية، شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول جدار العزل بقطاعات المحبس الكلتا والفرسية، حسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية رقم 133. تسبب حادث تصادم قطارين اليوم بمحافظة سوهاج جنوب العاصمة المصرية القاهرة في وفاة 32 شخصا وإصابة أزيد من 60 آخرين في حصيلة أولية. هذا وتم تشكيل خلية أزمة وطوارئ لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم الإمدادات الضرورية، فضلا عن توفير فرق طبية لتقديم الدعم اللازم وتحويل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. في الرياضة، تعادل سهرة أمس الفريق الوطني لكرة القدم أمام نظيره الزامبي بلوزاكا بنتيجة 3 أهداف في كل شبكة ضمن الجولة 5 عن المجموعة 8 للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون 2022. ورغم هذا التعادل، يرفع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي رصيدهم إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب. وبهذه النتيجة يكون الخضر قد بلغوا المباراة 23 دون خسارة، كما بات الفريق الوطني على بعد 3 مقابلات عن الرقم القياسي الإفريقي دون انهزام، والذي هو بحوزة منتخب كوت ديفوار ب26 مباراة. بهذا الخبر الرياضي، نطوي أوراق هذا الموجز. استودعكم الله.